إن هذه الروايات في كتاب الكافي أو باقي الكتب كلها منسوبة إلى أهل البيت كذبا وزورا. ما هو الدليل؟ لأن الكتب الشيعية اعتمدوا على أصول 400، وهذه الأصول مفقودة، وهذه الأصول مفقودة، إذن نقول كتب ظنية لا يأخذ منها عقيدة. أحسنت. كذلك كل ما نسب من أين أتيت للبخاري يا أستاذ؟ للنبي شوف بقى، كذبا وزورا، وأنا عملت لأنه يا فاقد أستاذ الأصول يا عزيزي. كلامك جميل، وأنا كذلك كتاب البخاري يا فاقد أستاذ اترك الأصول. البخاري، الله يفتح حال أبوك بقى، خليك في الكتب بتاعتك الآن، ما تخشش في البخاري، قلت كلها منقول عن أصول 400، وأثبتنا فعلا في حلقات إن الأصول دي مفقودة. أين أنت شيعي اثنا عشري إذا كانت كل أحاديث أهل البيت عندك ظنية ولا يعتمد عليها لأنها منسوبة لأهل البيت؟ من أين لك الدليل بالتشيع كذلك الاثنا عشري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف العزيز. يعني خصوص الروايات، يعني القرآن في الكافي اللي ذكرته قبل مين قليل معايا مع يا ضيف فندم؟ الشيعي، مين معايا؟ الشيعي من العراق يا عزيز أستاذ أشرف. تفضل أستاذنا من العراق، حضرتك عندك ميزة في نعم، التشيع. هذه الروايات عزيز أستاذ أشرف، هذه الروايات اللي في كتاب الكافي اللي تقول بتحريف القرآن كلها منسوبة كذبا وزورا على أهل البيت. لماذا؟ استنى بس، بعد اذن لأن حضرتك، كتب الشيعة يا عزيزي، بعد اذن نعم، حضرتك، لأن منين كتب يعني الشيعة بعد اذن حضرتك أستاذ أشرف العزيز يا اسمعني. استاذ، بعد اذن حضرتك، منين بتقول لي كلها منسوبه زورا ومكذوب على اهل البيت؟ يعني منين جبت حضرتك الكلام ده؟ جيد جيد، أنطيني مجال حتى أجاوبك عزيز. اتفضل تمام، يا فندم، أنطيني مجال ولو دقيقة واحدة. اتفضل يا فندم. نعم، هذه الروايات في كتاب الكافي أو باقي الكتب كلها منسوبة إلى أهل البيت كذبا وزورا. ما هو الدليل؟ لأن كتب الشيعية اعتمدوا على أصول 400، وهذه الأصول مفقودة، وهذه الأصول مفقودة، إذن نقول كتب ظنية لا يأخذ منها عقيدة. أحسنت. كذلك كل ما نسب من أين أتيت للبخاري يا أستاذ؟ شوف للنبي بقى، كذبا وزورا، وأنا عملت لأنه يا فاقد أستاذ الأصول يا عزيزي. كلامك جميل، وأنا كذلك كتاب البخاري يا فاقد أستاذ اترك الأصول. البخاري، الله يفتح حال أبوك بقى، خليك في الكتب بتاعتك الآن، ما تخشش في البخاري، قلت كلها منقول عن أصول 400، وأثبتنا فعلا في حلقات إن الأصول دي مفقودة. من أين لك التشيع الاثنا عشري إذا كانت أصولك كلها مفقودة وكل هذه الأحاديث منسوبة جيد لأهل البيت؟ اتفضل. جيد جيد، الدليل على ان هذه الكتب ظنيه هي بلا اصول. كذلك كتب البخاري يا ومسلم عم اترك ظنيه لا يأخذ البخاري، منها يا عقيده عم اترك البخاري، مالكش لا دعوه يأخذ منها بالبخاري، خليك في عقيده دينك فاقد الاصول. يا عم هل الحاج، انا تستطيع ان بسألك تقول ان دلوقتي في البخاري سؤال فاقد الاصول؟ مفصلي، استاذ اشرف من يا عزيزي، اين انت شيعي اثنا عشري اذا كانت كل احاديث اهل البيت عندك ظنية ولا يعتمد عليها لانها منسوبة لاهل البيت؟ من اين لك الدليل بالتشيع الاثنا عشري؟ تفضل كذلك في البخاري منسوبة على يا عم اترك البخاري، هو ده حافظ ولا فاهم يا اخواننا الاحبه؟ انت تبرعت من كل كتبك الشيعيه الاحاديثيه الان، مالكش دعوه بغيرك الان. من اين انت الشيعي أنا اثني تبرع في عشري؟ البخاري. من اين انت شيعي اثني هل عشري؟ تستطيعون أيها الفرقة الناجية، أيها اضاه من ضمن الحمير اللي العلف عندهم عامل ازمه. تمام يا عم اترك البخاري، يا عم اترك مسلم، يا عم اترك السنه، فده داخل بورقة كده حافظها، أرص الورقة وخلاص. ده اللي عنده، فين الأستاذ بتاع الألباني؟ اللي كان موجود معانا راح فين؟ ده اللي هجيب لك الدليل وأفتح الكاميرا.